النهارده عيد نياحة القديس بروخوروس اللي هو احد السبعين رسول، ولما بيكون في نياحة حد من السبعين رسول او الشمامسة السبعة بيتقري، هو كان الشمامسة السبعة بيتقري الجزء اللي هو خاص بإرسالية السبعين رسول. أنا أكلمكم على حتتين بس صغيرين كده. ربنا لما بعتهم بعت الرسل يبشروا، قال لهم قولوا لهم إنه قد اقترب منكم ملكوت الله، اقترب منكم ملكوت الله. في الحقيقة موضوع الكرازة كله إن احنا نرجع لربنا، ده موضوع الكراسة. وتلاقي يونان لما بشر نينوى بس قال لهم كلمة واحدة، بعد 40 يوم تنقلب المدينة، قد اقترب بينكم ملكوت الله. وأكتر درس بيعلمنا يرجعنا لربنا لما بنتواجه مع الموت، أكتر درس قد اقترب بينكم ملكوت الله. لما الواحد يحس كده انه اقترب ملكوت الله يفكر بالظبط زي وكيل الظلم لما سمع ان سيده هيحاسبه، فكر هعمل ايه بعد ما ياخد مني الوكالة. فكر ساعات الواحد ينشغل كتير قوي قوي في حاجات كتير جدا، بس حتة ان هو قد اقترب ملكوت الله ممكن واحد ما ياخدهاش بجدية ويأجلها ويقول ما اقتربش ولا حاجة. والواحد يقعد الدنيا ماشية وفي لحظة يلاقي ان ايه، ملكوت الله اتى، ربنا جه. عشان كده زي ما بقول لكم الكرازة كان كرازة التوبة، توبة كل واحد يرجع عن طريقه. ويوحنا المعمدان لما جه كرز برضو بإيه، كان بيقول للناس إن هم يتوبوا وكل واحد يعمل الصالح. كل واحد سأل وأنا أعمل إيه، قال له أعمل كذا وأنا أعمل إيه، كل واحد سيب الحاجة الوحشة اللي أنت بتعملها. عشان كده اقتراب ملكوت الله واحد يحط قدام عينه. كان سيدنا بابا شنودة يقول الطريق طويل، واحد ما يفتكرش ان هو يجي على الاخر كده ويدركه. يعني ده الواحد يصلي ويحضر ويحاول ويصبر شوية شوية علشان حياته تتغير، بالظبط زي الزرع. البذرة ما بتتحطش وتاني يوم تطلع، ده الواحد يقعد يروي ويطول باله علشان ايه، البذرة دي تأتي بثمر. عشان كده الواحد محتاج ان هو يحط قدام عينيه اقتراب ملكوت الله. هقف قدام ربنا، طب اعمل ايه. يقول احد الاباء القديسين، من يظن ان هناك باب للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. التوبة مش معناها ان انا اقول انا مش هعمل كده تاني، كويس، بس ياما قلنا مش هنعمل كده تاني، وياما اعترفنا بنفس الخطايا ونرجع ليها تاني. طب ايه اللي يخليني مرجعش؟ ان انا اتغير. يقول الكتاب بولس الرسول يقول الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسر. الله هو العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا من اجل المسر. عمل ربنا فينا هو اللي بيخلينا عندنا الارادة ونحن نعمل. عمل ربنا فينا اطلبه بالصلاة،
اقول يا رب غيرني، يا رب اديني نعمة، يا رب اديني قوة، يا رب خليني اتغير، يا رب خليني اكره الخطية، يا رب يا رب. لحد الواحد شوية شوية الطبيعة دي بتتغير خالص، الطبيعة اللي كانت ممكن تحب الخطية تكرهها وما تحتملهاش، ما تحتملهاش خالص، طبيعة بقى كلها خير. ايه اللي بيغيرنا دي؟ ان احنا بنقرب لربنا. لكن لو الواحد افتكر ان هو بمحاولاته فقط هيحاول وفي يوم هيقدر، مش هنقدر نعمل حاجة. يقول ان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون احرار. ما كانش ربنا يحررنا من كل ثقة الخطية ومن كل حاجة ومن كل شهوة ومن كل ومن كل ومن كل، مش هنتحرر. عشان كده احنا دايما عينينا مرفوعة لربنا، قول ما تسيبنيش يا رب، غيرني يا رب، خليني احبك، خليني احبك. ساعات الواحد فعلا لو محبتنا لربنا محبة قوية، الواحد يعني يسترخص الدنيا دي كلها. بولس الرسول يقول خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه، كل حاجه في عينيه نفايه. عارفين النفايه دي؟ سامحوني اقولها، يعني النفايه دي يعني اخطيت اقول الكلمه دي، يعني زباله الزباله، يعني الزباله دي ممكن يطلعوا منها حاجه يدوروها. النفايه دي يعني حاجه في عينيه الدنيا دي ولا حاجه ولا حاجه. ايه اللي يخلي الدنيا في عينيا دي ولا حاجة؟ ان انا عينيا تتعلق على ربنا واحس ان مع ربنا زي ما بيقول ايه، معك لا اريد شيء على الارض. احس ان انت كفاية، كفاية انت يا رب، كفاية انت. عشان كده اللي انا عايز اقولكم النهاردة، ياريت الواحد يركز عينه على ربنا، ياريت الواحد على قد ما يقدر يكلم ربنا. صلاة يسوع ومنجاة من جوه القلب. يا ريت الواحد ما يضيعش وقته في أفكار كتير كتير ومش هتعمل حاجة، بدل ما نفكر ونسرح في بكرة وفي مشاكل وفي حاجات. لا، نبص على ربنا وارفع قلبي لربنا واحس ان كل وقت انا بقضيه بعيد عنه خسارة، خسارة الوقت ده، خسارة الوقت اللي الواحد يضيعه في كلام فارغ، خسارة الوقت الواحد يضيعه. على قد ما يقدر يرفع قلبه لربنا، ان رب خليني احبك وغيرني وثبتني فيك، ويصلي لاخواته ويصلي لكل الناس ويصلي للتعبانين ويصلي ويصلي ويلاقي حياته ايه بعد شوية يحس ليها معنى، ويحس ان حياته مع ربنا جميلة غير الاول غير الاول. افتكر تاني كانت الكرازة، قد اقترب منكم ملكوت الله. كلمة بس كده، هي كده، خدوا بالكم، قد اقترب منكم ملكوت الله. ربنا يدينا توبة، يدينا ان احنا تبقى عنينا عليه، يدينا ان احنا نتغير، يدينا ان احنا ما نأجلش، يدينا ان احنا ما يبقاش يعني طلباتنا كده بسيطة من ربنا. لا، ده انا نفسي اكون زيك، نفسي اتغير، نفسي ابقى شبهك، نفسي ان انا تبقى انت كل حياتي، نفسي يا رب. مش الواحد ايه عايز يبطل خطيتين كده بيعملهم، لا، الدنيا ايه الاحلى من كده، ان انا اتذوق ربنا، اتذوق ربنا. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. هو اللي يدوق ربنا وينظر ما اطيب الرب يبص لاي حاجه تاني بعد كده. ربنا يدينا ان احنا نثبت فيه لربنا المجد.